صباح الخير. فقرة أنا بقدر اليوم رح تكون عن الشاب زكريا، رح نتعرف عليه وبرضه عن قصة نجاحه كيف يقدر ينزل من وزنه 30 كيلو ويتحول من جسم عنده سمنة لجسم رياضي. اسمي زكريا العلمي، عمري 27 سنة. من 4 سنين وصلت مرحلة كان وزني فيها كتير عالي، تقريباً 102، وكان يعني شكلي وصحتي تأثرت كتير بشكل كتير كبير، وما عندي كان همة حتى أقوم وأتحرك. اضطريت أني أبلش نظام غذائي، واللي ساد من اضطراري هذا أنه بنفس السنة اللي أنا قررت فيها صار في عندنا ظرف عائلي صحي عند حدا من العائلة، وحسيت أنه هاي زي ما بقوله ويك أب كول، أنه أنا لازم أعمل تغيير بنظام حياتي وأدخل الرياضة والأكل الصحي عشان ينزل وزني ويصير شكلي متناسق. يعني عانى زكريا من الوزن الزايد، ما كان أبداً يهتم بأكله، كان يأكل متى ما بده وشو ما بده، وما كان يفكر أبداً إنه إذا هذا الأكل ضار ولا لا، ووزنه كان آخر إشي بفكر فيه، وإنه يلعب رياضة هذا كان من أبعد المستحيلات. ما أفطر وما أتغدى، أضلني مثلاً مش ماكل ولا إشي لآخر النهار، بطلع وبشوف أصحابي ممكن، بس أرجع بكون طبعاً ميت من الجوع، وباخد أي إشي من الوجبات السريعة، بعمل ديليفري مثلاً، أو إذا في أي إشي قدامي مثلاً حتى لو كان حلو سكر كنت أكله. وإجمالاً يعني هذا كان هو وجبتي الوحيدة اللي كنت أكلها، يعني وجبة واحدة وتكون كتير دسمة وما في حركة طبعاً، فكان يعمل لي كتير مشاكل. كان عندي مشاكل حتى بالحركة، بس أتحرك كنت أتعب. إجمالاً صحتي كلها يعني أنه صعبة، تحس حالي تقيلة على الأرض وأنا بمشي. يعني أخذت القرار لهلأ حافظ ب 30/1/2011 إنه أنا اليوم رح يكون آخر يوم باكل فيه أكل مش صحي، أو إجمالاً يعني ما عم باكل بطريقة صح، وتاني يوم رح يكون أول يوم عندي أكل نظيف وأكل صح، وبدي أحاول أطلع أمشي. بتذكر طلعنا مع العيلة يومها تعشينا برا، كان في مناسبة يعني أو إشي، طلعنا تعشينا أكلت منيح يومها وخلص، كان تاني يوم أول يوم عندي بالنسبة للدايت. قلت خلص أنا هلأ صحتي رح تتحسن، وأخذت يعني زي القرار ما في أي رجعة فيه، إنه هلأ أنا رح أبلش أنحف ورح أشوف حالي. يعني بتذكر عملت أهداف بسيطة، يعني كان وزني 102 زي ما حكيت، قلت مثلاً أنا إذا بدي أوصل لـ90 هذا هدفي الأول. كان هذا هو القرار، نظمت وجباتي، صرت مثلاً أكل 5 وجبات بالنهار، إنه الصبح في سناكس بين الغداء وبين العشاء ووجبة غداء وعشاء، وأكتب كل إشي باكله. بلشت إنه عم بكتب الأشياء اللي عم باكلها عشان أضلني صاحي إن الأشياء اللي عم باكلها تكون صحية. يعني اكتشفت إنه أنا نزلت عن الـ90، بس أنا هذا مش الهدف اللي أنا بدي إياه. فبتذكر حطيت هدف كان 85، إنه إذا وصلت لـ85 خلص أنا كان بالنسبة إلي إنه أنا هيك خلص عملت اللي مطلوب مني، ورح أرجع إنه أكل أشياء طبيعية اللي أنا بدي إياها. وبتذكر هذا الإشي اللي هلأ بالنسبة إلي كتير مضحك، إنه كنت وأنا بخلال الفترة اللي أنا عامل فيها الدايت تبعي أو الرجيم كنت أحكي إنه يا الله مش مصدق يخلص هاي الفترة عشان أرجع أكل الأكل اللي أنا كنت متعود أكله. بس بعد هاي الفترة هي بعد 2 شهر حسيت إنه هو عن يعني تغيير بالأكل كامل، يعني أنا مش مضطر إنه فعلياً أروح ألجأ لهذاك الأكل، لأنه عم باكل أكل صحي وعم بشبع وأكل مغذي، بنفس الوقت أنا يعني مش حاس حالي إن حارم حالي من إشي. هلا وزني 67، اللي هو انا بالنسبه إلي هو الوزن اللي انا برتاح عليه. بعد ما بلشت انحف قررت انه الرياضه هي جزء لازم يكون اساسي من حياتي، فهلا النشاط والحركه جزء مهم جدا وكثير اساسي بنظامي اليومي. يعني اي من اي يوم سواء انا عندي شغل ما عندي شغل لازم يكون في عندي حركه او رياضه.
خلال فترة الرجيم تبعي أول إشي نحفت لحالي، بعدين حسيت أنه أنا بحاجة لاستشارة من أخصائية تغذية. فبال 2012 بتذكر رحت عند أخصائية تغذية وصار في عملية تثقيف، خلينا نحكي، للمعلومات الموجودة عندي. كان في عندي معلومات ناقصة عن التغذية، عن مثلا النشويات، عن البروتين، عن الدهون، كيف ندخلهم بالنظام الغذائي تبعنا. بعدين صار عندي حب كتير لهذا الموضوع، يعني دائما بقرأ وبتعلم حتى كيف ندخل النظام بالأكل تبعنا، ندخله مع الرياضة، يعني كيف احنا نمارس الرياضة، امتى الوجبات اللي ناكلها، ايش الوجبات اللي قبل، الوجبات اللي بعد. زكريا نزل من وزنه كتير وحافظ عليه كمان لمدة كتير طويلة، ولساته محافظ لأنه بدأ يأكل ويعرف شو بده يأكل وإمتى يأكل وشو نوعية الأكل اللي لازم يأكله. حتى صار ينزل وصفات وملاحظات لكتير من الأشخاص على صفحته على الإنستغرام عشان يكون أمل لكتير من الشباب والأشخاص. حسيت إنه أنا في إشي أنا بقدر أعمله للناس اللي كانوا حالتهم زيي، أو مثلاً بيعانوا من النصاحة، أو مثلاً وزن زائد، وحتى الناس اللي، يعني بالعكس أنا عم بحاول أركز أكثر على الناس اللي كان عندهم وزن زايد كتير أو في عندهم وزن زايد كتير وزي ما تقولوا فقدين الأمل، يعني إنه خلص ما رح ينحفوا. فبلشت أكاونت على الإنستغرام بدي أعمل تحدي بيني وبين حالي، أعمل نظام غذائي كتير صحي فيه وجبات صحية أحط فيها السعرات الحرارية، قدي فيه نشويات وبروتين ودهون بالوجبة اللي أنا باكلها، إمتى باكلها، قبل التمرين أو بعد التمرين، وأحطها على الإنستغرام وأشوف تفاعل الناس يعني معي. وفعلاً بلشت، يعني صلي شهرين كل وجبة أنا عم باكلها عم تنحط عندي على الإنستغرام أكاونت تبعي، وعم بيجيني فيدباك وعم بيجيني فولوورز وبيسألوني أسئلة. وفي هيك نوع من التحدي بين الناس ممكن يصير لما يشوفوا إشي زي هيك على الإنستغرام، إنه مثلاً هذا الشاب كان ناصح وهيو نحف وعم باكل مثلاً أكل هيو صحي. ممكن الناس، حتى في كتير ناس بيقولوا لي إنه الأكل صحي وبشكله زاكي، يعني إنه عم بتحمسوا يعملوه. وفي شغلة كتير أساسية للناس اللي بيشتغلوا أنا بحكيها، إنه أنا مثلاً شخص بيشتغل من 9 للـ6 فدوامي طويل، بس مع هيك عم بلاقي وقت إني أعمل وجبات. يعني معظم الوجبات اللي أنا بعملها بتكون طبخها، إذا بدي أطبخ مثلاً أو أحضرها تاخد وقت قليل مش كتير، وبنفس الوقت طعمها زاكي وصحية. فهذا الإشي أنا عم بحطه على الإنستغرام أكاونت تبعي اسمه Faith in Health، إذا بيحبوا الناس يفوتوا عليه، وإن شاء الله يعني يحمس الناس كمان يفوتوا ويعملوا إشي زي هيك وينحفوا. كثير ناس بيقولوا انه انا ما بقدر انحف، او مثلا كثير صعب انا اوقف اكل، او انا متعود على هذا النظام. بس هو مع انه ممكن يكون صعب وطريقه يعني طويل ممكن ببعض الحالات زي حالتي مثلا، بس هو شيء اكيد كل حدا بيقدر يعمله. يعني اذا انت حاطط هذا الهدف براسك وعارف انه انت بدك توصل لمرحله انت فيها انسان صحي عم تمشي وبتتحرك براحه، الناس حتى طريقة تعاملهم معك رح تتغير لما يشوفوك أنت عم تحب حالك أكثر، ثقتك بحالك زايدة. فهذا الإشي رح يعطيك زي دافع إنك تكمل حتى لو كان الموضوع صعب أو في تحديات مثلاً من المجتمع أو من حوالينا إنه أنت ما عم تاكل، ليش أنت عم تعمل في حالك هيك؟ لا، الموضوع عبارة عن إشي بده قوة وإرادة من الشخص نفسه بيقدر يحققه أكيد.